عايزة أعرف برضو بالنسبة التعامل المادي بالنسبة للعميل، أنهي الأحسن، باقات ولا نسبة إشراف ولا مبلغ ثابت، ومميزات وعيوب بقى كل طريقة. هو بالنسبة يعني هنقول كل الباقات دي بتبقى يمكن كان في وقت سابق كانت الباقات دي ممكن تبقى حاجة جيدة، لأن الباقة هو بيحدد لك مستوى تشطيب معين، يعني بيحدد عليه سعر المتر، باقة أولى، تشطيب فاخر، تشطيب باقة تانية مسية، في حاجات كتيرة قوي. دي بتبقى شوية فيها ظلم للعميل، لأن حاليا اسعار الماتيريال والحاجات دي بقت متغيره جدا وبشكل سريع، وفي حاجات كتيره ما بقتش موجوده في السوق. فلو حصل اي تغيير في حاجه من الاتنين، يا اما الشركه، ما الشركه مش هتخسر، يا اما الشركه تقلل من الجوده عند العميل، او تغير الماتيريال بماتيريال تانية اقل، يا اما كل شويه هتختاروا ان احنا في زياده في زياده في زياده، والعميل بيختار الباقه دي عشان هو حاطط ميزانيه محدده. أكيد. تاني حاجة، هو لما بيجي يحسب مثلا عندي شقة مثلا لتكن 200 متر، والشقة التانية 200 متر جنبها، في شقة فيها 3 حمامات وفي شقة فيها حمام واحد، ازاي اقول ان ده سعر المتر هنا هو سعر المتر هنا؟ فيعني هي بتبقى فيها شوية عدم وضوح، ويعني المقايسة يعني بتبقى أحسن، أو نسبة الإشراف. نسبة الإشراف بيتم عمل تصميم، وكل التصميم بيتحط فيه كل زي ما احنا قلنا كل الماتيريال وكل الحاجات اللي هيستخدمها العميل، وبيتعمل مقايسة تقريبية، وبعدها بيتم الإشراف بناء عليها ببرنامج زمني وبرنامج مالي برضو حسب الميزانية اللي بيدفعها العميل. فأعتقد إن هي بتبقى أوفر. وبعدين النسبة فيها مرونة شوية، يعني أنا لو جايبة بعمل شقة وباخد نسبة مثلا سي 20% 15%، وفي بند جه مكلف جدا زي قال لك اعمل ارضيات كلها رخام، بيستثنى البند ده من النسبه وبيتعمل له نسبه تانية. ده بيبقى بالاتفاق، برضو بالاتفاق ما بين النسبه العميل بتبقى فيها مرونه، لان انا كل ما زادت التكلفه وكل ما زادت المساحه ممكن تقل النسبه، ما يبقاش مبلغ ثابت او ربح ثابت لأتعاب المهندس. انت عارفه حضرتك ان اهم بند للعميل اللي هو التكاليف، ازاي بقى يضمن العميل اللي هيتم ان التكاليف ده تتنفذ بشكل جيد وفي نفس الوقت ما بيخرجش عن الميزانيه اللي هو محددها مع حضرتك؟ هو احنا طبعا الاول برضو ده بيبتدي من ان احنا نعمل تصميم، تصميم بيتحط فيه كل اللي هو عايزه، وعلى اساسه وعلى اساس ميزانيته اللي هو محددها بنختار الماتيريال وبنحدد كل حاجه وبنعمل المقايسه. اكيد. فبنيجي هنبتدي نشطب، طبعا التشطيب ممكن ياخد معانا وقت، شهرين 3 4 شهور 5 شهور 6 شهور حسب ظروف كل مشروع. فاحنا مش هنستنى بقى بعد 6 شهور ممكن الدنيا تتغير، للاسف. فبنبتدي في الاول نشتري له الخامات اللي هي بتعمل بادجت عاليه في المقايسه ونقدر نخزنها، زي تشطيب الكهرباء والسباكه، تاسيس وتشطيب الكهرباء والسباكه، وممكن اتفق على الشبابيك، ممكن اتفق على الابواب، كل الحاجات دي بتبقى مدفوعه ممكن تدفع كلها في وقت واحد وتشيل حمل على العميل وممكن تتخزن. اما الحاجات التانيه زي المواد البنا والحاجات دي كلها، دي بجيبها في ساعتها بقى، وبيبقى برضو ارتفاعها ما بيوازيش بقى ان انا بخلص البنود اللي هي واخده نسبه عاليه من المقايسه. تمام. ازاي بقى اقدر اوصل التصميم لكل احتياجات العميل؟ هو يعني لما بنيجي بقى نتعامل مع العميل في الاول، بنبقى عاملين زي المحلل النفسي كده. بنسال بقى تحب ايه، ما تحبش ايه، الوانك، هو وافراد اسرته، أو هو مستخدم المكان. طبعا احنا تمام. بنتكلم على السكن بشكل اكبر لانه هو طبعا اللي شاغل الناس كلها دلوقتي، وده الاصعب. نقول له ايه الحاجه اللي انت بتحلم بيها، هو اكيد كان عايش في بيت قبل كده، ايه الحاجه اللي انت كرهتها ومش عايز تروح ليها، الستايل اللي انت بتحبه ايه، استخدامه للمكان وطبيعه شغله برضو بتفرق معايا. يعني في حد بيبقى شغال طول اليوم عايز يجي يبقى قاعد في مكان رايق، في حد شغله قعدته في البيت اكتر من شغله، طبعا تفرق معانا برضو لما نيجي نصمم، ان عارفين ان المستخدم ده بيجي يقعد في البيت ده مثلا وقت قليل، المستخدم ده بيبقى قاعد في البيت مدة طويلة،
لذلك وهي بتبقى صعبه بقى، لان باخد بقى كل الحاجات دي مش للع... مش لل... مش لل... مش للعميل بس، للعميل واسرته وكل الافراد اللي بتستخدم المكان.